تذكرة تكرمنا بإيه؟ عايزين نسمع حاجة مبين. عايزين نسمع حاجة مبين. ما أعرفش رضانة أنا الرضانة أهل النوبة بس اللي أعرفوها. يعني بيقصد النوبة باللهجة العربية زي نعناع الجنينة زي وعايز حاجة لمنير يعني حاجات منير. لا هو يقصد رضانة. لا رضانة؟ عايز رضانة لا رضانة الأستاذ قليلة الأستاذ عبا هو لكن أنا هو عنده لحن لحن اللحن يعني فقط زي منير ما بيغني زي منير كده إنما ما يعني مثلا أخذ التون لكن ما أقدرش أخذ اللغة صعبة علي لأن ندرسها ولا نتعايشها برضو إحنا عندنا جماعتنا يعني مثلا قاعدين في النوبة بلابل ما شاء الله عليهم هم صعيدة تكلموا النوبية بطلاقة لكن دكتور أحمد هتقول حاجة ولا أستاذ كرم؟ لا تقول أستاذ كرم طيب تعال تسمع يا عمرو اللي أنت عايز تسمعه لا أنا أي حاجة في الندوات اللي أنت سمعتها أي حاجة اللي أنت عايزه أي حاجة نقول لك صباحة؟ حاجة صباحة؟ أي حاجة ولا نقول لك أن قلبي ليك ميال عشان حلو أي حاجة منه؟ أنا قلبي إليك ميال وما فيش غيرك عالبال أنا قلبي إليك ميال وما فيش غيرك عالبال أنت وبس اللي حبيبي أنت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي مهما يقولوا العزال وبحبك قد عينيا حتى اكتر بينا شوية وبحبك قد عينيا حتى اكتر منا شوية واسأل انت وحلفها على طول تقول لك هي واسأل انت وحلفها على طول تقول لك هي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي مهما يقولوا العزال والدنيا انت بهجتها والبهجة انت فرحتها والدنيا انت بهجتها والبهجة انت فرحتها والفرحة انت يا حبيبي حلاوتها وابتسامتها والفرحة انت يا حبيبي حلاوتها وابتسامتها انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي مهما يقولوا العزال انا قلبي اليك ميال وما فيش غيرك عالبال انا قلبي اليك ميال وما فيش غيرك عالبال انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي مهما يقولوا العزال